من أهم وأبرز وأمتع المجلات اللي بتصدر من دار أخبار اليوم مجلة آخر ساعة اللي بيسعدني أنه ألتقي برئيس تحريرها الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام السباعي. أهلا بك يا أستاذ عصام، مشكورك على استقبالنا في الغرفة التاريخية دي، واحدة من الغرف القليلة جدا في المؤسسة اللي ظلت على حالها عبر المراحل التاريخية الصحفية المختلفة. كلمني أكتر عن أبرز الشخصيات الصحفية اللي جلست على هذا المكتب. احنا بنتكلم ان هي اصلا اعود مثلا للرئيس السابق الزعيم جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر، زاروها هنا، زاروا الاخبار اليوم وجوم جلسوا على مكتبها هنا، وكان الاستاذ في هذا الوقت كان رئيس تحرير الاستاذ محمد حسنين هيكل. طبعا الاستاذ هيكل كان احد قمم ونجوم الصحافه المصريه اللي جلسوا في هذا المكتب واللي كان طلعوا هذه المجله العظيمه منذ صدورها في يوليو 34. قبل صدور اخبار اليوم 34، قبلها بعشر سنين. بس مصطفى امين كان بيضم اللعيبه المحترفين، فيعني استحوذ على المجله بشكل او باخر. لا، هو كان اللعيب اللي بيستحوذ على اللعيبه المحترفين في هذا الوقت كان الامير الصحافه المصريه الاستاذ تبعي. الله. هو اللي اول حاجه استبنى مصطفى امين في روزا اليوسف، وبعدين لما حصل الانفصال واسس اخر ساعه مصطفى امين كان معاه، وهو اللي اقترح اسم اخر ساعه على الاستاذ تبعي، ومن هنا بدات هذه المجله اللي في النهايه زي ما حضرتك شايف صنعت نجوم. انا يكفي ان اقول لك الاستاذ مصطفى امين، استاذ علي امين، استاذ احمد بهاء، استاذ احمد الصاوي طبعا، استاذ يوسف السباعي، حسنين هيكل طبعا، رشدي صالح طبعا، الاستاذ محمد حسنين هيكل فتره الثوره واخر جيل الاساتذه الاستاذ محمد وجد قنديل طبعا طبعا. مجله اخر ساعه مرت بمراحل مختلفه، يعني واحنا بنتكلم عن شكلها يعني في البدايه كانت قطع صغير شويه اقرب للكتاب، ثم قطع اكبر شويه، لحد قريبا بقى ما استخدمتم القطع الصغير ده. انا عايز اقول لحضرتك ايه السر في هذا التحول؟ وهو مش سر، هو انا دايما اقول ان كان في الوقت اخر ساعه نفس الشكل بتاع روزا اليوسف وظل الموضوع ده لغايه ما نقل الامتياز في 13 يناير اعتقد 13 يناير 49. اتنقل الامتياز لمصطفى امين وعلي امين. في هذا الوقت كان بيدور، حتى انا فاكر المقال يقول لك ايه، عدد جديد وشكل جديد. فبداوا يعملوا، انت عارف الاخبار مجله جورنان شعبي، او كانوا يحبوا يخوضوا مغامرات صحفيه، التابلويد فخدت القطع النصفي. دي البدايه الاكبر اللي ادت المجله طابعها الخاص كمجله كبرى المجلات المصوره في الشرق الاوسط قبل بقى ما يصغر حجمها بالشكل ده. عايز اقول لسعادتك ان المجله هذا القطع عمل مدرسه طبعا سياسيه، طبعا مدرسه في التصوير، مدرسه في الفن التشكيلي، صاروخان طبعا، بيكار، ومصطفى حسين طبعا، انا خايف انسى حد، رخا طبعا، الاخير الفنان الكبير كنعان طبعا. كل هؤلاء الاساتذه شكلوا مدرسه في الكرتون، في الكاريكاتير طبعا، واخد بال حضرتك، مدرسه فريده. لكن أستاذ عصام، يعني لفت للنظر طبعا كلمة آخر ساعة، هذه العبارة بتوحي بالمواكبة للخبر، آخر ساعة حاجة لسه فريش. طبعا احنا دلوقتي بنتكلم في آخر لحظة، بالمناسبة كان في مجلة زمان آخر لحظة، آخر لحظة طلعها مصطفى أمين ملحق لآخر ساعة، وبعدين طلعها منفردة مرتين في الأسبوع بعد كده. بس الغريب أنه المجلة عادة هي مجلة شرح وتحليل، دايما المجلة بتعتمد على انها مجلة اسبوعية او دورية بشكل عام، ليه استخدموا العنوان الصحفي الخبري آخر حتى ساعة؟ حتى اخر ساعة يعني برضو مش اخر ساعة، تواكب حتى آخر ساعة. فهو حتى اخر لحظة، حتى اخر لحظة. دلوقتي بقى ايه اللي بيميز هذه المجلة عن اي مجلة اخرى؟ بيميز المجلة شبابها، يعني هذه اللحظة اللي لان جيل الاساتذة تقريبا ساب القيم بتاعته. انت حضرتك بصيت لمبدا التبعي ومبدا كان بيقول لك انت تفقد خبر 1000 انفراد وما تكتبش خبر غير حقيقي. طبعا عايز اقول لك ان المجله كمان مبدا الحريه، هي طلعت في 14 يوليو عن نفس مبدا الثوره، حريه، اخاء، مساواه.
في النهاية مبادئها كلها بتتشكل في اللي بسموها ايه اللي هي المبادئ بتاعتها اللي عايش عليها. التالي الشباب هم العنوان بتاعها. انا فاكر زمان انا ابتديت في اخر ساعة بدايتي مع الاستاذ مصطفى شردي، كان مع الاستاذ وجد قنديل الله يرحمه. دي مدرسة خرجت نجوم بذرت الصحافة المصرية نجوم. يعني انت حضرتك لو استاذ صلاح جلال طبعا خريج اخر ساعة طبعًا. الاستاذ صلاح منتصر اخر ساعة طبعًا. الاستاذة مريم روبن اخر ساعة، الاستاذ وجيه ابو ذكري اخر ساعة، الاستاذ مصطفى شردي اخر ساعة. حضرتك قايمة هتلاقي انها انجبت للصحافة المصرية سلسلة كبيرة من النجوم والاساتذة. عايز اقول هذه المدرسة، انت حضرتك بتقول لي ايه اللي بيميزها؟ اللي بيميزها انها مدرسة منتجة وولدة على مر العصور وحتى هذه اللحظة. أنا بشكرك جدا أستاذ عصام السباعي رئيس تحرير مجلة آخر ساعة على هذا اللقاء الممتع. شكرا جزيلا. شكرا. اسمح لي أحتفظ بالنسخة دي. شكرا جزيلا. ألف شكر. إلى اللقاء.